أما أنت ماكش عاجبني. أني مخي مشخشب يا سي بن حليمة. وقال لك خونا مورط في قضية الآثار مع الجماعة وقيل مش يحلوا بحث كبير. سمعت وسمعت اللي ماهمش باش يتساهلوا ويمكن يوصلوها للإعدام. شبيه تراث البلاد راه. شو ما ثم حد هوني؟ تي وينك يا سي العبسي؟ شبيك التو؟ وانتو شبيكم جايين التو؟ ما ترقدوش؟ ما عندكمش اهالي؟ ما عندكمش دير توصلوهم للمكتب؟ كل نهار كل نهار وانتم جايين سارين على الصباح. سي العبسي نق شويه من قله الحياه وعامل لنا زويس قوي وفيسع. نغسل الوجه وبعد نسر بيكم. الله 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 اش تعمل يا ولدي؟ ناحي مكاسرك. ما كسر ربي كان السباب الاولي. جاب ربي جات معاكم انتوما امسحوها فيا. انا راني كنت في الاداره نتحاسب انا والكونتابلي. تفضلوا اتوقع ويكم تجي. سي عبد الستار بصراحه من اللي جاء المخلوق الغريب الهوني البلاصه ما عادش امنه. اني نقول لك احمد ربي اللي ما جاتكش لجنه مراقبه الصحه ولا راهم شبعوا لك المحل. انتوما تعرفوا اللي مش مني. امسحوها فيا. نمسحوها فيك. لجنه مراقبه الصحه تو هما قداش عندهم هنا؟ جاتهمش لجنه مراقبه الصحه؟ جاتهمش لجنه الحمايه المدنيه؟ جاتهمش لجنه تقصي الحقائق؟ جد عليه عبسي سكتشي توا وحذر قوي الناس. تحرك. صباح الخير سي عبد الستار. صباح الخير سي اسماعيل. صباح الخير يا جماعه. شو فما جديد؟ هبطوا شي حاجه على حكايه الافاعي؟ سي بن حفصيه ربي عمل لي طلع الجريدة متاعك وشوف لي شنية حوال الطقس في السعودية. أني قاعد نقرأ فيها. قال لك يا سي بن حليمة الطقس في السعودية سخون سخون برشا. يا جماعة يعني كلمتكم ما سمعتوا ليش؟ مالك كيف هكا؟ اش قولك نخرجوا لبرا نعمل دور على حسنية؟ ما تعرفني أنا ما نحملش السخانة ياسر. حتى اني قشرتي هكاك وبرا ما تحبش وما تتحملش الاشعه الفوق البنفسجيه لانها تعمل لي المشي يا خويا. هاي مالا ندبوا. هاي سيدي شنيا؟ يا اخي وليت لهم انفيزيبل انا؟ توا شنو توا؟ يمرجون على القاولي نجيبهم هما يخرجوا. تيت 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 يبرني صبي سدي خويت خويت. كان عندي صحيبات سلوا لي فليسات عبسي يا عبسي قعدت تحت الحيل يا عبسي تيل تيل عبسي يا اخي مانيش قاعد نتشاف انا والله كني نسمع في صوت لبيب بوريقي قاعد يحدث فيا تو. مالا انا يظن لي مازلت يقعد وقاعد نعمل في كوشمار. يا رجل فيك اعمل عقلك. هذو اصحاب هذو مصحاب تعمل عليهم صار. انت كنت تتبع في الفيلم هذوكم قاعدين يسمعوا في الاشعاع. وعلى الحولين يا امه وعلى الحولين وعلى الحولين سبنا وتنسيتي يا فروزان. مش عملت وين وصلت الطاقه نتاعك؟ يعني انت عارك معاها تعب وقلت نوم. يا رحمن الرحيم شنو هي؟ ابونا صغير ابونا صغير ما كان فروزان ما تقوليش ان هذا هو الطين اللي طلعت من الجنينه. ليه طلع مش بيا هذا شريته وحدي. يا فروزان بالله العظيم كي شديت هكا ونقبتها جات تقول عش متاع فرززو. عش متاع فرززو ياي والله فكره. نحطوا لها كعابر منا ومنا 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 وندهنوها بالاصفر والكحل ونسميوها الفرززو الاكبر. اش قولك؟ ياي جي جي هي التيو خلينا نغسل هي نشوفوا وين الفرززو الاكبر هذيا كيف يتحل السخطه هذا فروزان. يا فروزان والله لاني بالعاني راهو جيت نقول لك نرد بالك من العلم نتايو.
مش مشكل مش مشكل تفرشيكا راو إذا شد لي تيو يجي سامحني ضو مانيش بالعاني ايجي جات نجم تجي طلعت لبيتها شربتها دويها ورقدت معليها تنجم تخرج يا فار اوه هنفا ننجم نحط حاجة في كرشي جعت نوري ما ظهر لي كمشي جيكا صباح الدجاج لك حل داير بيه وعلاش غير الخير نوري اشتب اسمع انا روح جيب لي قهوه معاها جو وشطر سنتيمتر كيك قهوه سيتو بون مسيو علاش سيتو عامل قريف قال لك جمعت الجابون اما على ثلاثه حاجات يعمل حاجه بركه انا ما نجم نخدم كالعاده الا ما تتحقق مطالبي سي الاخضر لازم يخرج من داري بون ما يسالش خرج عليا دوك حليمه تروح تجيب لي تجيب لك حليمه اخدو مدام على بالي ما راكيش خدامه وانت مدام علي ما تعملش فطورك وحدك حليمه نقدر بصح ما نحبش قهوتك ياسر بنين عمري هيا بي تفضل وانت يا لالا اش تم اليوم هكا روبه بالنوار ومكياج وش كاين تم حاجه يمكن ما نعرفش رعاد احكي لي حليمه الحلا بالك احنا بخسك حبابات خوضونا انا ما حملتوش من الاول راه ذول لي هكا لغده ودمه ثقيل اما من بعد عنده غزره وعنده ضحكه خليتني مش قد بعدي بالكل اما ثم مشكله متاع عمر اكبر منه نظهر ونديد راه يا حليمه حكايتك رجعتني لعشرين سنه بخمية مور دو ما في انا كان عندي 12 سنه هو في عمره 20 سنه انت 12 سنه و20 سنه ايه معنيها من صغرك انت مغرومه باللي اكبر منك في العمر كيسي اسماعيل لا مش كيما اسماعيل هو اسمه توفيق عين الزرقاء والشعر الصفار وبدنه مسكل ايه كمل عاد كمل احكي لنا على سي عشيقك هذا سي المسكل وش بيك شي غي ما تفهمنيش بالغلط انا يلا ما عاد يقلقني حتى شيء تنجم حتى كما زال عندك نمو قل له يتفضل سي البيدوفيل متاعك وخلي يتقبى بيك هو بعدي انا سي دخلت في الباي باي بيع وروح شيغي وش بيك تبدلت سي ديرنيتو ما عادش نعقلك شتما احليمة اتفهمها انت ولا فهمها انا اسم الله عليك سي اسماعيل طن فهمها خلي وينو خو ذو سي الاحمر ولا الاخضر علاش تسأل علي تناديل وحشتي بي وعلاش حشتك بي حليمة بي طار عيط له توا داداش كبر وعاش داداش كبر وعاش ايش توا يا تات المفروزه نهز عليك توا فين في دقيقه نوصل البيت لا تطيحها مش نحب نعمل على روحي تعمل على روحك من تقعد هكاك نتبي كل مالها زوج ميتو تعملهم في نص ساعه انت تلوني بنتي قلت لك ليه بر على روحك يا بنتي راني نخاف عليك تعرف ارتاح تتكسر تتجبر وتنجم تغرز زاده هكاك ترسيلك ما تخلطش على الامتحان نتاعك زيد غوص عليا ما تخافش عليا كبرت ونجم نعمل على روحي برا مش على كيفك نتحمل مسؤوليتك سالو انت يا بعد من قدامي وكيما نبعدش نشكي بيك تشكي بيا لشكون باش تشكي بيا لباباتك فجعتني شقولك مالا نشكي بيك المامي فريدة تمهدك بالباكيتة نتاعها شبيك تحكي هكا انت شبيك تسخيب روحك يا اخي اخص بمزر لحالتك انت كقطوسة الرماد يبعد مفقلك دواك عندي يا هندي الطيب ونعمل لك كماشة بار على روحك الاخضر اسم الله عليك مشيت للستوديو لا وجع عليك وانت هوني اي انا هوني وانتي زادة هاك هوني وقفت لي في ثنيتي سي اسماعيل بعثني وقال لي نديلك حشتو بيك زعما علاش هذيك حكاية جبدناها الصباح لازم يحبنا نكملوها نجم نعرف شنو الحكاية يا حليمة
كل حاجة تجي في وقتها، كل حاجة في وقتها، بار على روحك. تفضل. ناديت لي سي اسماعيل. اي تفضل اقعد. لاباس اسماعيل؟ منين لاباس؟ منين لاباس؟ مادام انا استحقيت لك انت، مادام انا وصلت الحضيض. هكاك نحن زوز فرد موجه سي اسماعيل، حضيض في حضيض. باهي سيدي، قل لي، نسمع فيك، فاش نجم تعاوني؟ قبل كل شيء سي اسماعيل نتفاهموا. شنو؟